عقب أدائه صلاة عيد الفطر المبارك، الرئيس السيسي يشارك أسر شهداء ومصابي العمليات من أبطال الجيش والشرطة احتفالية العيد. تجدد الاشتباكات في السودان بالرغم من إعلان قوات الدعم السريع التزامها بهدنة مدتها 72 ساعة. الحلفاء الغربيون يعقدون اليوم اجتماعا بقاعدة رامشتاين الألمانية لمناقشة الدعم الإضافي لأوكرانيا. العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت جرينتش، موعد لنشرة إخبارية جديدة تأتيكم من النيل، أهلا بكم. أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على وقوف عدد من أبناء شهداء مصر إلى جواره أثناء أداء الصلاة، وقد أدى الصلاة إلى جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ورئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. وعقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي أسر وأبناء شهداء ومصابي العمليات العسكرية من أبطال القوات المسلحة والشرطة احتفالية عيد الفطر المبارك بمركز المنارة بالقاهرة الجديدة، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على مصافحة عدد من أبناء أبطال مصر، ودار حوارا دافئا وحديثا ودودا معهم. كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من أسر شهداء الشرطة والقوات المسلحة وذلك خلال احتفالية عيد الفطر المبارك التي تقام بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، كما حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على اصطحاب أبناء الشهداء ومصابي العمليات من أبطال القوات المسلحة والشرطة إلى ساحة الألعاب، وقام الرئيس السيسي بتوزيع الحلوى والهدايا والطعام على الأطفال. في ختام الاحتفالية توسط الرئيس السيسي مجموعة من أبناء الشهداء لالتقاط صور تذكارية معهم. تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي في برقياته لأشقائه زعماء الدول العربية والإسلامية عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته لهم وشعوبهم الشقيقة، داعيا الله تعالى أن يجعله عيدا سعيدا مباركا. وبعث الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا ببرقية تهنئة إلى الجالية المصرية المسلمة بسائر أنحاء العالم بمناسبة عيد الفطر المبارك.
شاركت القوات المسلحة أسر الشهداء ومصابي العمليات احتفالهم بعيد الفطر المبارك، وقامت بإفاد مناديب عنها لزيارتهم بمنازلهم وتقديم التهنئة. تحيا مصر بيكم انتم، انتم ولاد الابطال، ولاد الابطال، وليكم في رقبتنا كل الخير والامان والسلام. في يوم سالنا ابويا وقال لي نفسك تبقى ايه؟ قلت له نفسي ابقى زيك بطل بيحكوا الناس عليه. علمنا ابويا معنى كل سنة ومصر طيبة، كل لحظة وإحنا فيها في سلام وأمان، وإحنا بنكبر أكتر وأكتر وما بننساش. تضحيات رجال أبطال سابوا كل حاجة وراهم، ما فكروش غير في بلدهم، سابوا أطفالهم وأسرهم، أمانة في رقبة كل المصريين. والنهاردة وزي ما عودنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كل عام، عودنا إنه بيحتفل بالعيد وسط أبناء الشهداء، وقواتنا المسلحة كمان دايما معاهم في كل المناسبات. السلام عليكم. كل سنة وحضرتك طيب. عيد مبارك عليك. كل سنة وحضرتك طيب. أنا أشكر سيادة الرئيس على الهدية الجميلة اللي بعتها لنا، ودايما هو عشان سيادته فاكرنا، وإن شاء الله في تقدم إن شاء الله، وربنا يعينه ويقويه. محمد دلوقتي كل سنة وانت طيب يا ابني، وزملاتك الحمد لله مش ناسينك، ولا وسيادة الرئيس ناسيك خالص الحمد لله، يعني تفرح الحمد لله، ويعني هو أكيد فرحان بينا الحمد لله دلوقتي. نشكر سيادة الرئيس لاهتمامه دايما بأسر الشهداء ومتابعة أحوالهم، وطبعا دي من حاجة مش جديدة على سيادته، لأنه زي ما بيقولوا أبو المصريين، وربنا يحفظهم جميعا من كل شر وسوء، ويحفظ بلدنا ويجعل بلدنا أمن وأمان. اللهم أمين يا رب العالمين. نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على حسن تعاونه مع أسر شهداء مصر، وأنا فخور جدا بدعم سيادته وحضور حضراتكم لنا البيت. أنا راجل مسن ما قدرتش ألبي طلبات حضراتكم وأجيلكم في العيد. يجعل مصر في أمن وأمان، القوات المسلحة على رأس الجميع، حماية للبلد وحماية للوطن. كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسعادة يا رب، وربنا يخليكم لمصر ويبارك فيكم، وكل سنة ورئيسنا طيب ويقدروا وعلى تحمل مسؤوليتنا. نتشرف بحضرتك ونتشرف بالناس الحلوة دي كلها، الجيش كله، يعني ده شرف كبير قوي قوي قوي. نشكر كل فرد في القوات المسلحة ونشكرهم كلهم وجمايلهم على دماغنا، وربنا ينجيهم من كل شر. بشكر السيد الرئيس السيسي على المجهود اللي بيعمله البلد، ربنا يوفقه في كل خطوة يخطيها يا رب. شكرا للسيد الرئيس. السيد الرئيس ربنا يوفقه ويبارك لنا فيه يا رب، يسدد خطاه كل سنة هو طيب. ليا الفخر وليا الشرف ان السيد رئيس الجمهوريه كرمنا قبل كده في 2017، وليا طبعا الفخر والشرف ان سيادته لحد النهارده يعني، ودي حاجه تخليني ممتن جدا، فاكر رجالته، وللمره الثانيه بيشرفني بالتكريم بتاعه ان هو فاكرني وفاكر كل زمايلي اللي كان لهم دور وتصوف في منطقه العمليات. طبعا بشكر القياده العامه للقوات المسلحه، استاذ السيد وزير الدفاع،
وصولا لحد احدث جندي في القوات المسلحه على الدعم المستمر، وان هم لسه فاكرين مصاب العمليات، وان هم دايما يعني بيفرحونا وبيدخلوا البهجه علينا وعلى اسرنا. القوات المسلحه ابدا ما بتنساش اي حد من ولادها. شكرا سياده الرئيس على تعاونكم المستمر ودعمكم الدائم في لاسر مصابي وشهداء العمليات الحربيه وغيرها من فئات المجتمع المختلفه. لي الشرف والفخر اني شاركت في العمليه الشامله سيناء 2018، كانت هدفها هو حمايه الوطن والدفاع عن ارض مصر الحبيبه وحمايه شعبها الكريم. موضوع الاصابه الحمد لله ما اثرش فيا خالص، بالعكس رفع من روحي المعنويه، وحسيت ان انا عملت حاجه للبلد وقدمت حاجه حته مني بمعنى اصح. كان دايما بيقول فداها عمري كله طول ما لسه فيا روح، مصر اغلى، مصر ابقى، مصر فداها الغاليين بدماهم وارواحهم، ربنا حافظها ليوم الدين. مصر اغلى حاجه عندي، مصر ضي ونور عينيا، خد نصيحة قالها جدي، مصر ليها حق فيا، إن أكون دايما حماها، إنها تكون حتة مني، أعمل اللي نور رضاها، أبقى منها وهي مني. اللي دافع عن بلاده لاجل ما تعيشه في سلام، وضحى علشانها بحياته، اضربوا له تعظيم سلام، اضربوا له تعظيم سلام، اضربوا له تعظيم سلام. شهد الأتوبيس النهري بالمرسى النيلي بكورنيش المظلات إقبالا كبيرا من المواطنين في أول أيام عيد الفطر المبارك للتنزه من خلال الرحلات النيلية للقناطر الخيرية وحديقة الحيوان والتي تنظمها هيئة النقل العام، والتي تدخل البهجة والسعادة على الزائرين من مختلف الفئات العمرية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من المرسى النيلي بكورنيش المظلات مراسل النيل أحمد ممدوح. أحمد، صف لنا أجواء العيد والاستعدادات لاستقبال المواطنين في أول أيام عيد الفطر المبارك. نعم، كل عام وأنتم ومشاهدي قناة النيل للأخبار بخير وسعادة وعيد سعيد. نعم، أتحدث إليكم الآن من داخل محطة الأتوبيس النهري بكورنيش المظلات، والتي تشهد إقبال كبير من المواطنين من مختلف فئاتهم العمرية للاحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك بالقيام برحلات نيلية إلى حديقة الحيوان بالجيزة والقناطر الخيرية والتي تنظمها هيئة النقل العام، وسط توفير كافة الإمكانيات من أجل توفير الأمان والراحة للزائرين للقيام بهذه الرحلات النيلية، والتي تتجمع هنا داخل محطة الأتوبيس النهري قبل القيام بالرحلة النيلية، والتي تتراوح مدتها من نصف ساعة إلى ساعة لإدخال البهجة والسعادة للزائرين من عشاق التنزه بالأجواء النيلية. أيضا تم توفير كافة الخدمات والإمكانيات داخل محطة الأتوبيس النهري من أجل راحة الركاب وإدخال البهجة والسعادة، وتوفير أيضا الأمان ومعايير الجودة داخل الأتوبيس النهري، حيث يتوافر بها شرطي وأيضا يعني ثلاث بحارين داخل كل وحدة داخل الأتوبيس النهري من أجل ضمان معايير الجودة والأمان. للحديث أكثر عن رحلات الأتوبيس النهري النيلية، يسعدنا أن نلتقي بالمهندس محمد أحمد عبد المجيد، وهو رئيس الإدارة المركزية بهيئة النقل العام. بنرحب بحضرتك باشمهندس صادق. أهلا بيك، صباح السلام. يعني حضرتك عن دور الهيئة في تنظيم هذه الرحلات النيلية في أول أيام عيد الفطر المبارك، وكيف يتم التنسيق ليها؟ بداية بنهني الشعب المصري العظيم، سيادة رئيس الجمهورية، بعيد الفطر المبارك. الهيئة بصراحة في العيد بنهتم بالجمهور والشعب المصري،
بتنظيم رحلات نيليه، الرحلات زي ما حضرتك قلت كده في البدايه في المقدمه بتخضع لكل معايير الامان والجوده. في متابعه معانا مستمره من الهيئه العامه للنقل النهري، المهندسين متواجدين معانا للتفتيش على الوحدات قبل ابحارها وقبل خروجها من الناحيه الفنيه ومن ناحيه الامان. في تواجد شرطي لتوفير الامان لجمهور الركاب. الرحلات عندنا هنا في رحلات للقناطر بتطلع الوحده من هنا تستغرق ساعتين في الطريق، ده في حد ذاته فسحه ومتعه للراكب، وتنتظر الركاب هناك من ساعتين لثلاثه وتعود بهم تاني ساعتين لثلاثه. في عندنا رحله زي ما حضرتك قلت رحلات لحديقه الحيوانات في الاتجاه الثاني، في رحلات في قلب النيل، رحلات كده لمده نص ساعه. احنا بنوفر من جانب الهيئه بمتابعه السيد الوزير محافظ القاهره متابعه مستمره، السيد اللواء رزق مصطفى علي رئيس الهيئه، في متابعه مستمره قبل العيد يعني تقريبا من بدايه رمضان، وفي استعداد تام للعيد ومتابعه على مدار 24 ساعه بتوفير العماله الفنيه الماهره المدربه من البحارين ومن الفنيين اللي بيتواجدوا على الوحده. من بدايه اليوم تقريبا من الساعه 6 او الساعه 4 الفنيين وقيادات الهيئه كلها متواجده هنا، وفي متابعه مستمره زي ما قلت لحضرتك من محافظ القاهره على مدار اليوم من رئيس الهيئه. اقبال المواطنين والزائرين في اول ايام عيد الفطر المبارك؟ الاقبال بدا من الساعه 7 صباحا، الجمهور الركاب متواجد زي ما انت حضرتك شايف على سطح المركب وجوه المركب. دي رحله متجهه للقناطر، بتبقى الرحله رقم 3 او 4 في الصبح وبترجع تاني تتكرر تاني اخر النهار. ففي اقبال كبير من جمهور القاهره على النيل، وخصوصا ان هي فسحه احنا في متناول كافه فئات الشعب المصري. يعني بنشكر يا فندم كل سهرك. تحت امرك يا فندم. يعني كما نشاهد يعني رحلات نيليه ايضا بتقوم بها هيئه النقل العام للقيام برحلات نيليه الى القناطر الخيريه والجيزه وحديقه الحيوان بالجيزه، وسط توفير كافه الامكانيات من اجل ادخال البهجه والسرور على الزائرين من مختلف الفئات العمريه والتنزه في اجواء نيليه جميله وممتعه، وايضا باسعار مخفضه تناسب جميع الاسر. اليك زميلي. شكرا أحمد ممدوح، كان معنا من مرسى النيلي بكورنيش المظلات، شكرا جزيلا لك. تجددت الاشتباكات في أول أيام عيد الفطر في العاصمة السودانية الخرطوم، فيما أعلنت قوات الدعم السريع التزامها بهدنة مدتها 72 ساعة، وتشهد مناطق متفرقة من العاصمة السودانية قصفا وإطلاق نار بين الجيش وقوات الدعم السريع. عشية عيد الفطر دوت الانفجارات مجددا في الخرطوم والأبيض على بعد 350 كيلومترا جنوب العاصمة السودانية، وفي الشوارع المليئة بالركام من المستحيل معرفة من الذي يسيطر فعليا على مؤسسات الدولة، ويطلق كل من الجانبين إعلانات عن انتصارات واتهامات للطرف الآخر، لكن لا أحد يستطيع التحقق مما يتم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي. ففي الخرطوم التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 5 ملايين نسمة، تسرع العائلات بالخروج إلى الطرق والفرار هربا من الغارات الجوية والرشقات النارية والمعارك في الشوارع، بحثا عن أماكن أكثر أمنا، حيث تخيم رائحة الموت على بعض الأحياء وسط العاصمة مع انهيار أحدث وقف لإطلاق النار. كما عبر آلاف السودانيين الحدود إلى تشاد للفرار من القتال في منطقة دارفور. وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي إن من بين 10 إلى 20 ألف شخص فروا من القتال، لجأوا إلى القرى الواقعة على طول الحدود داخل تشاد. وأفاد شهود في مدينة الأبيض شرقي دارفور بوقوع اشتباكات بين الجيش والقوات شبه العسكرية وأعمال نهب واسعة النطاق. وشهدت الخرطوم وأم درمان وبحري تجمع السكان في محطات الحافلات مع حقائبهم بعد المزيد من الانفجارات وإطلاق النار في صباح يوم الخميس،
وقالت نقابة أطباء السودان المستقلة إنه خلال 5 أيام توقف عن الخدمة 70% من 74 مستشفى في الخرطوم والمناطق المتضررة من القتال، إما لأنها قصفت أو لنقص في الإمدادات الطبية والكوادر أو بسبب سيطرة مقاتلين عليها وطردهم المسعفين والجرحى. وبينما يحاول المجتمع الدولي انتزاع وقف لإطلاق النار، قال قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو إنه مستعد لتنفيذ هدنة مدتها 3 أيام خلال عيد الفطر، لكن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قال إنه لا خيار إلا الحسم العسكري إذا لم تعد قوات الدعم السريع إلى مواقعها التي كانت ترابط فيها في ديسمبر الماضي. وشدد قائد الجيش على رفض أي حديث مباشر مع دقلو، ملمحا إلى أن الطموحات الشخصية لقائد الدعم السريع بحكم السودان هي الدافع الأساسي للنزاع. كان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قد أكد أن بلاده ستخرج مما وصفها بالمحنة أكثر تماسكا وقوة. على بلادنا هذا العام مناسبة عيد الفطر المبارك، وبلادنا أصابها جرح بالغ حيث سقط القتلى والجرحى وتشردت الأسر ودمرت المنشآت والمنازل، فالخراب والدمار وأصوات الرصاص ما تركت مجالا لفرح يستحقه أهلنا في كل ربيع بلادنا الحبيبة، فإننا لجد حزينون لهذا المآل، لكن يبقى الأمل الدائم في أننا مع شعبنا العظيم سنتجاوز هذه المحنة ونخرج منها أكثر وحدة وقوة وتماسك، ويزداد هتافنا قوة، جيش واحد شعب واحد، فإننا على ثقة في تجاوز هذه المحنة بالدربة والحكمة والقوة بما يحافظ على أمن ووحدة البلاد وبما يمكننا من الانتقال الآمن للحكم المدني. كان أمين عام منظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد نشذ في ختام اجتماع عبر الفيديو كونفرنس شارك فيه مسؤولون من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع السودانية إلى الالتزام بهدنة لمدة 3 أيام على الأقل بمناسبة عيد الفطر المبارك. أنهينا اجتماعا عقده الاتحاد الأفريقي حول الموقف الدرامي الدامي في السودان. الاجتماع شاهد مشاركة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا إيجاد، وكذا ممثلين عن عدد من الدول المعنية بحق بحل الأزمة. كان هناك إجماع على إدانة القتال المتواصل في السودان ودعوة لوقف الأعمال العدائية كأولوية قصوى. أناشد بإعلان وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام على الأقل، والتي تشهد احتفالات عيد الفطر، للسماح للمدنيين العالقين في مناطق الصراع بالخروج وتلقي العلاج الطبي والغذاء والإمدادات الأساسية. يجب أن تكون هذه أولى خطوات الوقف المؤقت للقتال وتمهيد الطريق أمام إعلان وقف إطلاق نار دائم. تنظم الولايات المتحدة اجتماعا في ألمانيا اليوم لمناقشة الدعم الإضافي لأوكرانيا بعدما حث الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي الحلفاء الغربيين على إرسال مزيد من الطائرات المقاتلة والصواريخ بعيدة المدى. سيجتمع ممثلون عن حوالي 50 دولة في قاعدة رامشتاين الجوية لتنسيق دعمهم لكييف في ظل المعارك التي تدور ضد الجيش الروسي في شرق أوكرانيا. كان الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي يانس ستولتنبرغ الذي سيحضر الاجتماع قد قام بزيارة أمس هي الأولى من نوعها لكييف، حيث استغل زيلينسكي الفرصة لحث الحلف على مساعدة أوكرانيا على الانضمام إلى التحالف وتعزيز الدعم العسكري. من جديد تضغط أوكرانيا على قادة حلف شمال الأطلسي لتسريع عملية انضمامها إلى الحلف، رغم ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر اتساع الحرب التي تجاوزت 14 شهرا.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي استغل زيارة الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ إلى كييف وحثه على ضم بلاده وتقديم المزيد من الأسلحة إليها لمحاربة روسيا. زيلنسكي كشف كذلك عن تلقيه دعوة لحضور قمة الناتو المقررة في ليتوانيا في يوليو المقبل، وأشار إلى أن الوقت حان كي تتلقى أوكرانيا الدعوة المناسبة للانضمام إلى الحلف. لا يوجد عائق موضوعي أمام القرار السياسي لدعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف الناتو. عندما يدعم معظم الأشخاص في دول الناتو وغالبية الأوكرانيين الانضمام إلى الحلف، فقد حان الوقت لاتخاذ القرارات المناسبة. قمة الناتو المقررة في ليتوانيا قد تصبح تاريخية. من جهته أكد ستولتنبرغ دعم الناتو لطموحات كييف، وأشار إلى أن مسألة الانضمام ستطرح خلال قمة ليتوانيا، لكنه لم يتطرق إلى الجدول الزمني لذلك. وتعتبر روسيا انضمام أوكرانيا إلى الناتو خطا أحمر وتهديدا مباشرا لأمنها القومية، كما أن الحلف نفسه يتعامل بحذر مع هذا الملف خشية التورط في مواجهة عسكرية مباشرة مع موسكو. وعلى الصعيد الميداني، تستعد القوات الأوكرانية لشن هجومها في الربيع أو الصيف، لكن لهذا الغرض عليها تخزين الذخيرة والأسلحة. وتقول كييف إنها بحاجة ماسة إلى مقاتلات ودبابات ومدفعية وأنظمة إطلاق بعيدة المدى لضرب المستودعات الروسية بعيدا عن خط الجبهة. ويقول مراقبون إن القوات الأوكرانية تعاني من نقص في مخزون الأسلحة والذخيرة ومشاكل لوجستية، إضافة إلى ما أظهره الأوروبيون والأمريكيون من حذر كبير في تزويد كييف باحتياجاتها من الأسلحة. ختاما لنشرتنا، هذا تذكير بأهم العناوين. عقب أدائه صلاة عيد الفطر المبارك، الرئيس السيسي يشارك أسر شهداء ومصابي العمليات من أبطال الجيش والشرطة احتفالية العيد. تجدد الاشتباكات في السودان بالرغم من إعلان قوات الدعم السريع التزامها بهدنة مدتها 72 ساعة. الحلفاء الغربيون يعقدون اليوم اجتماعا بقاعدة رامشتاين الألمانية لمناقشة الدعم الإضافي لأوكرانيا. وصلنا مشاهدينا لنهاية نشرتنا، للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت nile.eg. إلى اللقاء.